بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. بعد أقل من 24 ساعة من الآن انطلق في البحرين وقريبا من هذه الجزيرة سباقات الفورمولا 1. تقام السباقات ويتجاهل هدير محركات سيارات المشاركين فيها آلام شعب فقد العديد من الضحايا وتجرع ويلات الظلم والتمييز، ولا زال حتى اليوم يطمع لممارسته حقه المكفول دوليا في التعبير عن رأيه ومطالبته بحقه في تقرير مصيره. في مثل هذه الأيام حري بنا أن نتذكر أربعة أشخاص ارتبطت أسماؤهم بهذا الحدث الكبير. استشهد أحدهم ويقبع الآخرون خلف قضبان السجون رغم قناعة النظام التامة ببراءتهم. الشهيد صلاح عباس، المعتقلتين نفيسة وريحانة، والمعذب عباس العصفور. لست هنا في وارد ذكر ما تعرضوا له، فالكل يعرفهم جيدا ويعرف إخلاصهم وعملهم الدؤوب من أجل هذا الوطن، بل أنا هنا لأشارككم بعض التساؤلات التي تختمر في ذهني كمواطن. فبعد 10 أعوام من إقامة حلبة البحرين لسباقات الفورمولا واستضافة هذا الحدث الرياضي، ألا يحق لنا أن نتساءل ما هو العائد من وراء ذلك علينا كمواطنين، سواء من ناحية الحصول على الوظائف أو الاستفادة من مدخول هذا الحدث في إقامة مشاريع تصب في مصلحة المواطن؟ كانت الحلبة ومنذ إنشائها نموذجاً مسخراً لما يجري على هذه الجزيرة الصغيرة، فالوظائف القيادية كان المواطنون بعيدون عنها كل البعد، ولم يكن من نصيبهم سوى وظائف بسيطة قبلوا بها لأنهم يقدرون العمل ويحترمون الجد والكد. فماذا كان نصيبهم؟ اعتقل بعضهم وعذب، وأقيل آخرون في أول فرصة سنحت للنظام من أجل زرع التمييز في هذه المؤسسة كما هو موجود في مؤسسات البلد الأخرى. وأما على الصعيد الاقتصادي فقد أثبتت العديد من التقارير الاقتصادية أن مشروع الحلبة فاشل اقتصاديا ولا يمكنه تغطية مصروفاته على الرغم من دعم الدولة له بجميع الإمكانيات. وعلى غرار القرفة بدينار فالحلبة ليست أغلى بكثير. وإذا فرضنا جدلا أن هذه التقارير غير دقيقة، فأين حصة المواطن من هذه الأرباح والأموال؟ وكيف تكون هناك مشاريع رابحة واقتصاد مستقر وقد وصل الدين البحريني إلى سقفه الذي ينذر بخطر اقتصادي محدق وزيادة في التكاليف بل الخسائر؟ تفرض الداخلية حالة من الاستنفار الأمني على حد تعبيرها لتأمين الطرق والمناطق، ولن يكون ذلك إلا لقمع الاحتجاجات التي ستخرج وتظهر للعالم حقيقة هذا النظام القمعي. هذا النظام الذي هو مستعد لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على بقايا صورته حتى وإن كانت مشوهة. فالنظام مستعد لأن يعتقل 1000 نفيسة و1000 ريحانة والعصفور فقط لأنه قد يشتبه بأنهم سيدخلون للحلبة التظاهر، بل هو مستعد لأن يلفق لهم قضايا فضفاضة بحجم التفجيرات فقط لكي يشعر بشيء من الأمان والراحة. النظام مستعد لأن يقتل 1000 صلاح لكي لا يقود مسيرة تصبح أصوات من يشاركون فيها بشعارات الحرية وحق تقرير المصير. مستعد لأن يعيق كل شيء في البلاد بما في ذلك الدراسة بفرض نقاط التفتيش الدقيقة والمهينة كما حدث اليوم مثلا المتوجهين من جامعة البحرين، فقط لكي تمر هذه الأيام دون رتوش تزيد من خسائره في تلميع صورته أمام العالم. من هذا المنبر يطيب لي أن أبعث برسالة لكل حر مفادها،
إن لم تستطع أن تقف معنا لوقف هذا الحدث الذي يساهم في إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان فلا تكن طرفاً فيه. وشكر خاص للشعب الذي لم يهدأ منذ فبراير 2011 حتى اليوم. شكراً للمنظمات الحقوقية العالمية التي اعتبرت إقامة الفورمولا 1 في البحرين حدثاً سيساهم في التعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الجزيرة الصغيرة. شكراً لفرقة ماجيك درام التي رفضت عرض البحرين للغناء في فورمولا 1، وعوضاً عن ذلك أهدت الشعب قصيدة تضامناً وتعاطفاً. والشكر موصول لكل مؤسسة أو فرد وقف معنا. وختاماً سنظل نهتف للمطالبة بوقف هذا السباق حتى تتوقف الانتهاكات، فقط لأن دماء شعبنا أغلى بكثير من نفطهم واقتصادهم.